تدع سوزي لمساتها الأخيرة على حقائب السفر، حقائب تضم الكثير من الحاجيات، ثياب وذكريات وبعض من تعب السنين. خلص يعني ما بقى قدراني نكمل، كل شيء أسسناه، البيت اللي اشتريناه، البزنس اللي نحن عم نعمله، عم بعمل بزنس خاص بفيي أنا وجوزي، ما بقى فيك تتقدمي. ما عنا حل تاني، يعني نحن أجبرنا أنه نفل. الوطن هو الانتماء والأمان، ونحن ما بقى حاسين لا بالانتماء ولا بالأمان. عبر هاتفها المحمول تتواصل سوزي يوميا مع زوجها، فإجراءات انتقالها وطفليها إلى باريس باتت قريبة جدا. الأسبوع الجاي بدنا نبلش بالوراق وستاب وستاب. انهيار البلاد عبارة تتكرر على لسان كل من اختار طريق الهجرة. لم تعد التفاصيل الصغيرة مثل انقطاع الكهرباء إلى غلاء الأسعار والفساد والسرقة تعني شيئا للذين قرروا الهجرة من وطنهم لبنان. خلال الحرب الأهلية هاجر ما يقارب 600 ألف لبناني، ومنذ التسعينيات وحتى اليوم ارتفع العدد إلى نحو 700 ألف مهاجر، وتشير الأرقام إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي سجلت ما يقارب 25 ألف مهاجر. اللبناني إذا هاجر أو سافر ممكن ما يلاقي فرصة عمل، كما أن شغلة كتير مهمة أنه اللبناني اللي كانوا يسافروا كانوا يقدروا يأخذوا معهم مصاري، يعني يقدر يأخذ معه 20 ألف دولار أو مبلغ معين يساعده. اليوم البنوك مصادرة المصاري، أو حتى نتيجة انهيار سعر صرف الليرة صار في استحالة أنه نأخذ معنا مصاري، وبالتالي بشوف أنا الرغبة أكيدة، الإمكانيات صعبة. ولأن تعب السنوات المجبول بعرق الجبين لا يزهر فرحا وأمانا في وطن تتحكم في مفاصله كل أوجه الفساد القادرة على محو ملامح وجوه أناس حلموا بوطن وحياة كريمة، ستبقى طريق الهجرة مفتوحة أمام جيل من اللبنانيين سيحمل جنسية وطن جديد. لطالما كانت أبواب الهجرة مشرعة أمام اللبنانيين إلى دول الاغتراب منذ عصور طويلة، وهذا ما تؤكده الأرقام المتزايدة سنويا لأعداد المهاجرين إلى الخارج لأسباب عدة. اليوم ومع استفحال الأزمة الاقتصادية والمالية ثمة من يتوقع أن يتجاوز الرقم عتبة 80 ألفا مع نهاية العام الجاري. سحر أرناؤوط، الحرة، بيروت.